السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم المبدعة، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن فكرة توليد طاقة كهربائية من موتور غسالة نصف أوتوماتيك أو غسالة أوتوماتيك، موتور خاص بطرمبة الصرف. الموتور الخاص بطرمبة الصرف بتبقى راكبة هنا جزء تاني بلاستيك بداخله مروحة بيستخدم لصرف المياه. احنا عملنا إزالة للمروحة عشان نوظف الموتور إنه يخرج لنا 220 فولت. طبعا بيتكون من ملفين نحاس، وصلنا 220 فولت بالكابلين دول. الطرمبة هتعمل والأكسل بالداخل أو الموبينة هتلف. الموبينة بها جزء مغناطيسي، شرحنا الكلام ده في فيديو سابق، هسيب رابط الفيديو أعلى الشاشة. حاليا احنا ركبنا موتور بيعمل ب12 فولت. لما يلف الموتور الصغير ده هيخرج معنا 220 فولت. نستخدمه في إضاءة، مثلا لمبة ليد، في استخدام شاحن موبايل. نقدر نشغل الموتور ده باستخدام بطارية العربية 12 فولت أو أي مصدر خارجي 12 فولت، هيخرج معانا 220 فولت. طبعا الموتور مش بيستهلك كمية كهرباء من البطارية لأنه الأمبير بتاعه يعتبر ضعيف، يعني مش بيسحب البطارية معانا، ولكن هيخرج معانا 220 فولت. دي بطارية 12 فولت زي ما حضرتكم شايفين. طبعا هنثبت الموتور لما نستخدمه استخدام دائم. دي لمبتين 220 فولت زي ما حضرتكم شايفينهم، لمبات ليد موصلهم مع بعض. مصدر كهربائي 220 فولت اللي انا مستخدمه لإنارة المكان اللي بصور فيه زي ما حضرتكم شايفين، واللمبتين دول بيعملوا على 220 فولت برضو. زي ما حضراتكم شايفين ده إثبات إن اللمبات دي بتعمل على 220 فولت. هنوصلهم على الموتور، فاضل معانا نوصل 12 فولت بالموتور. نوصل الطرف الثاني، طبعا انا ملبس طرف واحد يعني مفيش اي مشكلة معانا زي ما حضراتكم شايفين. إضاءة عالية وثابتة، هنا الإضاءة بحس إضاءتهم تظهر. إضاءة عالية جدا، وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة عن كيفية تحويل موتور غسالة نصف اوتوماتيك او غسالة اوتوماتيك الى مولد تيار كهربائي 220 فولت. شكرا لمتابعين قناتكم دان، اتمنى تكونوا استفدتم معنا. رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.